إلى موضوع آخر، ومع انطلاق أولى أيام العطلة الربيعية تحولت محمية تونجا بالقال ولاية الطرف إلى وجهة العائلات والأطفال، حيث شهدت توافدا كبيرا للزوار رغم تقلبات الطقس. في حديقة الحيوانات الربطية اللي تشهد في خلال العطلة الربيعية 2018 إقبال كثيف للزوار بليسكم هنا من كل ولاية تاع الوطن. الشيء الملاحظ أنه في خلال هذه العطلة رغم بعض الأجواء اللي جات البارح مثلا واليوم وكذا، الإقبال تاع الأولاد الصغار تاع المدارس والثانويات والأخرى هذاك كان ما شاء الله. بمناسبة العطلة الربيعية ارتأى فرع جمعية الولائية الثقافية شموع الطرف فرع الزرعان أن ينظم رحلة لفائدة التلاميذ بهذه المناسبة، وهذه مبادرة إنسانية لإدخال فرحة وبسمة لكل الأطفال شبيطة مختار، وماذا بينا نديروا أكبر عدد يعني من المهرجين ولا حاجة بنضحكوا دراري في يوم عطلة ولا حاجة، وهذا هو الهدف تاعنا يعني ندخلوا الفرحة لدراري صغار. عجبتني القالة بصراحة، الجو تاعها مليح والناس مسرورين.